هو ايه الانقلاب ده اللي ما كملش 12 ساعه على بعض بعد كده صفوا وتصالحوا واتفقوا كمان؟ وليه ال 20 جنيه الجديده موضوع غلط؟ مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من شويه فضل. كل سنه وانتم طيبين. احداث الاسبوع اللي فات هنتكلم فيها سريعا. نبدا، ما تنسوش لايك سبسكرايب على اليوتيوب شير في كل حته على السوشيال ميديا. يلا بينا نبدا. ايه بقى محاوله الانقلاب وقاعد قوات فاجنر؟ خلينا نحكي القصه من الاول. فاجنر هي يعني قوات مرتزقه مش تابعه للجيش النظامي الروسي، وقبل كده كانوا بيقولوا ان هي مش تبعنا اصلا، لكن هي تبعهم. والقائد بتاعها الحالي اللي هو يفغيني بريجوجين ده اصلا واحد ملوش علاقه باي حاجه ليها علاقه بالجيش. ده كان واحد محكوم عليه قبل كده في قضايا ليها علاقه بالسرقه وما شابه ذلك، ولما خرج وقضى مده العقوبه بتاعته يعني اتسجن كذا مره، ده وهو صغير يعني وهو 18 19 سنه. وبعد كده لما طلع اشتغل في سكه الاكل والمطاعم وتوريدات الاكل وكده، وكان عنده اكتر من مطعم، ومن المطاعم كان بيروحها بوتين بنفسه. مع الوقت بقى في صداقه وثقه ما بينهم، بوتين كان بيثق ان هو ياكل منه. طبعا عارفين دوله زي روسيا وشخص زي بوتين بالعقليه بتاعته يعني مش هياكل اي اكل، والموضوع مش سهل يعني ان هو ياكل اي حاجه. المهم بعد مده وابتدى موضوع فاجنر دي يتم الاعتماد عليها، ده في اي عمليه هم بيبقوا عايزين يعملوها ومش عايزين الجيش الروسي يتصدر فيها او ما تنسبش رسميا لروسيا يعني. المهم باختصار يعني في الاخر كانوا عايزين قائد للموضوع ده ويبقى بعيد عن الجيش، فاختاروا في الاخر بريجوجين انه هو اللي يكون قائد فاجنر، وهم اللي كانوا متصدرين المشهد في كل العمليات بتاعه اوكرانيا من اول ما الحرب قامت هناك. لحد هنا ومفيش اي مشكله، وهو بيطلع يقول خلصنا على المدينه الفلانيه وشفنا اكتر من فيديو ليه، ويعني كان شكله معروف بالنسبه للاعلام. وفجأة في أول الأسبوع اللي فات قال لك إنه بيسيبوا مكانهم وعايزين يرجعوا روسيا وهيحاصروا روسيا وعايزين وزير الدفاع وعايزين انقلاب و و و وراحوا مدينة روستوف وقالوا إن هم سيطروا عليها وفي اتجاههم لموسكو. بعدها 12 ساعة بالظبط وكان الموضوع خلصان، وقالوا إن كل الكلام ده تم بوساطة رئيس بيلاروسيا. من أول موضوع الحرب وإحنا عارفين إن رئيس بيلاروسيا هو يعني يعتبر تابع أمين لبوتين حتى في الحرب الأوكرانية وفي مواقف كتير تانية. فالرئيس بيلاروسي بيقول ان هو اللي اتوسط في الموضوع. بالوساطه دي ايه الاتفاق؟ الوساطه باختصار انه ضمانات امنيه ليهم بعد كده واسقاط التهم اللي متبقيه على قائد المجموعه وباقي المجموعه كلها. بعدها بكام يوم تم الاعلان رسميا ان بريجوجين وصل بيلاروسيا وخلاص قعد هناك، وابتدت الدنيا توضح اكتر. وطلعت تصريحات بعد كده اللي بريجوجين اتكلم فيها، قال يا جماعه احنا مش هدفنا انقلاب او اي حاجه، هو الموضوع كان زي معارضه او مظاهره صغيره كده كنا بنسمع صوتنا، لاني كان في مشاكل بتحصل بين قيادات الجيش الروسي معانا، وكنا بنتعرض في حاجات للحرب المفروض ما نتعرضش ليها، وتم الاعتداء علينا وللاسف اضطرينا ان احنا نوقع طيارتين من الجيش بتاع روسيا. ولكن ولا كان هدفنا انقلاب ولا هدفنا اي حاجه، وربنا يحمي روسيا وكل الكلام اللطيف ده. طب خلاص كده انحلت المجموعه والمجموعه دي هتنسحب من اوكرانيا؟ قال لك لا، في ناس رجعت تكمل الحرب بتاعتها في اوكرانيا، رجعت القواعد بتاعتها. بريجوجين المعلن دلوقتي ان هو في بيلاروسيا، وباقي الافراد هم قدامهم اختيار من ثلاثه: اختيار ان هم ينضموا للجيش النظامي الروسي، الاختيار الثاني ان هم ينضموا للجيش النظامي بتاع بيلاروسيا، أو الاختيار الثالث هم يرجعوا كمواطنين عادي في روسيا. طيب كان ايه تعليق روسيا بقى على كل الكلام ده؟ لما حصل في الاول خالص بوتين طلع عين ان ده غدر وخيانه وطعنه في الظهر للشعب الروسي، واحنا مش هنسكت ولازم نفضل نحارب ونحارب اعدائنا في الداخل والخارج الى اخره من الكلام. بعد كده لما الموضوع خلص طلع في فيديو تاني وقال انه هو بيضمن تماما الاتفاق اللي اتقال والوساطه بتاعت بيلاروسيا هو ملتزم بيها، مما يضمن يعني الضمانات الامنيه اللي اتعطت ليه مجموعه فاجنر. كل التحليلات بتقول ان دي تمثيليه مظبطينها، خصوصا ان الحركه دي بينت شويه حاجات، بينت مين مع روسيا ومين لا، خصوصا من الدول المحيطه، بينت ايه التحرك اللي ممكن تاخده اوكرانيا في حاله زي دي، التحركات بتاعه الافراد اللي بيحاربوا اوكرانيا سواء الجيش الاوكراني او اي حد تاني بيساعدهم. الحاجه الثالثه وهي ملاحظه شخصيه هي سرعه نشر الخبر، يعني هو فجاه كانوا سابوا مكانهم وعملوا توقيع للطيارات ورجعوا ماشي ودخلوا روستوف وحاصروها وسيطروا عليها، ده موضوع بياخد وقت طويل، بياخد ايام يعني على الاقل، لكن ان هو يطلع تك 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 كده ويبتدي بقى ان الكلام للتحضير للاتجاه لموسكو وبوتين يطلع والكلام ده كله من اوله لاخره يتلم في 12 ساعه، ده كله ما كانش منطقي. واللي ما كانش منطقي برضه هو رد الفعل الاوكراني، لان في يعني بوست يعني منسوب للمتحدثه باسم الرئاسه الاوكرانيه يعني جايبه مشهد بقى لزيلينسكي ايام ما كان ممثل يعني، وبتتكلم يعني ان هو قاعد بيتفرج ومبسوط ومستني ايه اللي هيحصل لما كانت الاخبار وقتها ان خلاص فاجنر بتنقسم وهتدخل تحارب في روسيا. الموضوع بقى اللي طلع اشاعه وكل الناس بتتكلم فيها كانه مؤكد، ولكن هو طلع اشاعه هو ربط ال 6.2 مليار دولار بتوع امريكا بمجموعه فاجنر. ايه بقى ال 6.2 مليار دولار؟ وزاره الدفاع الامريكيه قالوا ان هم
في خطأ في التقديرات بتاعة المساعدات الأوكرانية بزيادة 6.2 مليار دولار في السنتين اللي فاتوا. طبعا بغض النظر على السف عن الرقم ان انت غلطان حسابيا في 6.2 مليار دولار، مش عارف عملتوها ازاي يعني، ولكن التكملة بتاعت الخبر بتقول ان كده بقت الوزارة معاها ال 6.2 دول اوريدي كانوا محطوطين في الميزانية، فهم معاهم ان في السنة دي او السنة الجاية بتاعة المساعدات الأوكرانية في 6.2 مليار دولار موجودين زيادة. ده في نفس الوقت اللي الناس في الكونجرس وابتدت حتى الناس تتكلم فيه في الشعب الأمريكي انه هم متضايقين من الموضوع ده لان شايفين الحرب ملهاش اخر او مش باين لها اخر، وعمالين يدفعوا مساعدات بتتاخد من ضرايبهم. الإشاعة بقى اللي كانت طلعت، وده يعني إشاعة مش دقيقة، ان 6.8 مليار دولار كانوا اتدفعوا لمجموعة باجنر عشان ينقسموا عن الجيش الروسي، وده ما حصلش. لكن مين الكسبان من القصة دي كلها؟ بوتين كسبان شوية زي ما قلت لكم، شاف مين مع روسيا مين ضد كده. طبعا مجموعة فاجنر كلها مستفيدة لان اي حكم عليهم كان صغط ويقدروا يعيشوا بامان سواء في روسيا او بيلاروسيا. انت كنت تعرف ان وائل غنيم في مصر؟ عاش زي ما كنتش عارف او ما كنتش فاكر، هو موجود هنا من شهر سبتمبر اللي فات، وكان كتب ده بشكل رسمي ان هو جاي في زيارة للعيلة شهر سبتمبر 22، وتقريبا ما كانش بيعمل بوست، ولكن ابتدى يعمل بوست مؤخرا مع بداية عيد الاضحى بشكل يعني شبه يومي، وده اللي نشر البوستات بشكل كبير. كل الناس ايه ده وائل غنيم في مصر هنا بقاله فترة، لكن ما كانش بيحط بوست على اي حاجة يعني، حتى على الصفحة بتاعته على الفيسبوك من سبتمبر حط بوست واحد اللي هو بتاع عيد الفطر كان بيعايد على الناس، بعد كده ما كانش فيه اي حاجة او اي فيديوهات، لكن ابتدى يطلع في فيديوهات تانية، فيديوهات عادية جدا بيتكلم يعني على مظاهر العيد. ولكن قبل العيد على طول كان في بوست ليه، وكان بيتكلم ان هو تطوع لمده يوم في مؤسسه حياه كريمه في توصيل المساعدات والهدايا بتاعه عيد الاضحى للناس. وطبعا هنا حصل التويست للناس اللي هو يعني ازاي ومش ازاي، وابتدت كومنتات كتير تبقى موجوده على البوست ده. ومن ضمن الكومنتات او من ضمن التويست اللي كانت موجوده، محمود بدر فاكرينه بتاع حركه التمرد، طلع بيقول له جدع ان انت اخترت حياه كريمه، ووائل غنيم كان بيقول ده شرف ليا. طبعا بقى في كومنتس كتير بتاع بقى انتوا شاربين حاجه والاصطباحه بتاعتكم زي الفل والكلام ده كله، لكن يعني ده ترند طلع قلت اقول لكم عليه. والظاهر الخناقه بتاعت ايلون ماسك ومارك زوكربيرج بجد يعني، في صديق لايلون ماسك كتب على تويتر ان هو كان بيتمرن معاه النهارده واتمرنوا على فنون قتاليه، وكان مستغرب قد ايه من قوته وثباته على الارض والى اخره، وقال يعني ان هو منبهر بيه، ولكن في نفس الوقت ما يحبش ان هما الاثنين يعملوا الفايت دي او المباراه دي، هم احسن ان هم يفضلوا يطوروا في العالم، ولكن لو حصل هتكون يعني حاجه مسليه بالنسبه للناس. واضح ان ايلون ماسك بيتمرن، واحنا عارفين ان مارك زوكربيرج اصلا بيتمرن فنون قتاليه بقاله مده طويله، هنشوف اخرتها ايه. عملنا 20 جنيه جديده شبه ال 10 جنيه الجديده اللي نزلت السنه اللي فاتت، برده كان قبل عيد الاضحى، برده بلاستيك وبوليمر والى اخره. كان في كلام على موضوع الوان العلم بتاع ال جي بي تي على العلامه المائيه، لكن ده طلع انعكاس من العلامه المائيه، مفيش الالوان دي. بس في نقطه، ال 20 جنيه دي المفروض ان هي عليها طباعه خاصه لبرايل بالنسبه للمكوفين، فالمفروض الورقه دي من اللمس يعرفوا هي فئتها كام. ولكن بعد ما شفت فيديو لاحد المكوفين بيقول ان الرقم ده غلط ودورت عليه، طلع فعلا البروز اللي موجود ده مش رقم 20. طبعا بطريقه برايل ليها معينه، لكن البروز اللي موجود على ورقه ال 20 جنيه ده رقم 7. على قد ما هي حاجه حلوه ان الورق فعلا يكون يعني بيراعي حاجه زي كده ويبقى عليه طريقه برايل، لكن ليه يتعمل غلط؟ اتمنى يبقى في طريقه لمعالجه الموضوع ده، سواء بقى في الطبعات الجايه او الطبعه دي تتلم مش عارف ازاي بشكل او باخر، لكن فعلا هي مشكله يعني، لو حد فعلا اعتمد على الموضوع ده واحنا فعلا هنمشي في الاتجاه ده فلازم طبعا نتعمل صح. بس كده، دي كانت اكتر اخبار ترندنج الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا، مصادر كلها موجوده في الديسكربشن على اليوتيوب، كومنتس مفتوحه على يوتيوب وفيسبوك وانستغرام وتيك توك كمان. مهم جدا نتناقش، طبعا نختلف لكن لازم دايما نحترم بعض. لو عجبتكم الحلقه لايك سبسكرايب شير في كل حته، اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. سلام.